لا لا اي ولد عمتي هي جايج اي شنو لون ملفك؟ اخضر ارباوي ارباوي والله مو تمثيل الا غتساوي وانت غتساوي ليش تاخذ لك؟ ليش تاخذ؟ انا غتساوي، اي نعم غتساوي. روح فين؟ دور حق الاخضر. احنا العام مو خذينا الكاس؟ ايه العام مو خذينا الكاس؟ ايه السنة اعطيناكم الدوري مزة، خذوه. لا 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 تخلط على جمهور الغاسية، ترى ينطونك برا. ثلاث ارباع الكويت غتساوية سلي. تبي تعرف الغتساوية؟ تبي تعرفهم؟ يلا اسمع وحدة 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 هلا بيشجع شجع نادي الجهرة يشجع نادي السالمية يشجع نادي الساحل نادي الساحل نادي الساحل من اسمه نادي الساحل يعني يبغى تروح النادي لازم عندك طراد اخوي اسمعني لا تلف وتدور أقوى جمهور وأحلى جمهور قد ساوي دكتور شنو قصتك أصلا مع العربية؟ ده هو سوكسيه استانس عليه ولد الديرة احنا كلنا قد ساوية ونادي العربي نادي كبير قلعة كبيرة مو كلنا لا تقول كلنا قد ساوية انت كيف انا عرباوي عندك انت عندك على شغل لا تقول كلنا قد ساوية ما يصير صدق لا انا ريال احب القادسية اي بس ربعي عرباوية عفوا الحين منو حاكاك انا حاكيتك لا تقول كلنا لا حق الرد لا تقول كلنا عفوا سألتوا على المشهد ولا على المشهد اللي موجودين بالمشهد ها اللي موجودين بالمشهد كلهم لا يقاطعني بس الحق ينقال لا يقول كلنا انا عرباوي اليوم على المشهد اليوم دكتور هذا الموضوع لما ينطرح على المسرح ما يخسر الجمهور صبر اي اول شيء شلونك طول العمر دكتورات الله يحفظك يا بعد راس انت سالتيني على المشهد اثنين قد ساويه لا قلت كلنا اي كلنا بالمشهد قال كلنا اي انا ما قلت اللي بالاستديو قلت اليوم كلنا العرباويه يتحسسون كيف احنا غتساوي ما نتحسس كيفك لا تحسس انا ريال وانا مدحت قلت النادي العربي قلعه كبيره بعدين قلت ما حد شيء بس قول الحين المهم ايش تبي قاعد يعني اليوم دكتور هذه المواضيع لما تنفتح على باب الغشمره على المسرح ما تخسرك جمهور اليوم يحسبك انت على القادسيه وفي جمهور ترى متعصب وفي جمهور خصوصا مو بس بالكويت حتى دول الخليج لما نروح انديتهم مثلا الهلال والنصر الامارات الوحده والعين مثلا الاهلي والنصر في دبي كذا يعني قطر السد والريان البحرين المحرق واعتقد الرفاع هذه انديه لها جمهورها محبينها وحتى في مسقط اعتقد في انديه لهم فاحنا نحرك ساعات يعني الجمهور بس ما يخسرك بالعكس هو يشجع يستانس عرفت يعني نوع من اللي حتى انعاش الصاله وياك طبعا لما تحس ركود دش في الموضوع تحيه الصاله اي عاد ولد الديره يعني بس عليه اخوي خالد يحب السكسي هذا ولا عرفت انا اشوفك وانت طالع المشهد سرحت وين رحت لا قاعد اتذكر ايامها هالمسرحيه كانت من ايام الله يمسيه بالخير احمد جوهر نعم الابرق فاختصار انه الجمهور يحب هذه اي سنه دكتور؟ بالتسعينات بس عاد يا 92 يا 93 شنو كان اسمها هذه المسرحيه؟ اعتقد هذه طاح مخروش طاح مخروش نعم اليوم ابو حسين يقولون مالك فريق ثابت مره برشلوني مره مانشستر يونايتد مره عرباوي مره مدريدي يعني متقلب لا 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 شوف متقلب اي متقلب اوكي الظاهر ليش متقلب انا اقول لك ليش متقلب اي ليش انا اقول لك هذا التقلب مو تقلب بس هو شنو انا طول عمري اشجع العربي حلو طول عمري ولا زلت الى الان بس عندي اصدقاء لاعبين القادسيه اكثر من لاعبين العربي وايد اعرف من لاعبين القادسيه ومشرفينهم واللي اعتزلوا وايدين ففي النهايه ماشيهم عشان يكشخ لنا ويلا هذيله في النهايه كلهم عيال الكويت انا هذا اللي اقوله والله العظيم بغض النظر اي اوكي انا دائما اقول وطني انا دائما اقول انا عرباوي بس احب القادسيه
لان عندي ربع كثرهم. هذه الروح الرياضيه النبيلة. شنو برد احب. لحظه يبا انا ما قلت المريخ. لا المريخ وين؟ المريخ وين؟ خلاص خلاص بس في فرق بين احب وسنت.